نصيبي فيه لوجه الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما الصورة وما الشرح؟ إذا كان في مثلا عدد مشترك في عبد كانوا يشتركون في عبد كما يشتركون في أي سلعة، اشترى خمسة العبد بمائة ألف، فواحد من الخمسة جاء وقال نصيبي في هذا العبد حر لوجه الله، يعني أعتق الخمس، فنقول له لا تعال، أنت أعتقت الخمس تلزم بإعتاق الباقي، يعني تلزم تسدد لكل واحد من الآخرين 20 ألف حتى يعتق العبد، ما دمت أنت أعتقت نصيبك كمل إذا كان لك مال. هنا في زيادة وإلا فقد عتق منهم ما عتق. هذه الزيادة بعض العلماء يعلونها كما سيأتي إن شاء الله. وفي زيادة أخرى في البخاري منتقدة انتقدها الدهرقطني وغيره، وإلا استسعى غير مشقوق عليه، يعني يشتغل الذي أعتق يشتغل حتى يجمع فلوس يسدد بها قيمة العبد ويعتقه، فلفظة الاستسعاء منتقدة على الصحيح، وهي في علل الدهرقطني وفي كتابه التتبع. إذن هنا لفظتان وإلا فقد عتق منه ما عتق من العلماء من يعلها، ولفظة وإلا استسعى غير مشقوق عليه أي استسعى المعتق غير مشقوق عليه ليجمع أموال يكمل بها باقي العتق. قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. هذه اللفظة أيضا فيها كلام كما سيأتي إن شاء الله. حدثنا شبان بن فروق حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته أي المعتق قوم عليه قيمة عد وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذن ثلاث طرق الآن عن نافع بهذه اللفظة، مالك وعبيد الله وجرير بن حازم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن أيوب حاء وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. هذه اللفظة إذن عليها خلاف على نافع، عدد رواه عن نافع بإثباتها وعدد رواه بدونها، فلا ندري الاضطراب من نافع أو من من. قال إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد إنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله أنا لي مدرجة أم لا، وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله إلا في حديث الليث بن سعد. نعم. وورد بسند آخر عن طريق من طريق سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، يعني كان العبد ب500 ألف وأنت لك شريك فيه وأنت أعتقت الخمسين التي أعتقت الجزء الذي يخصك يقاوم عليك العبد يفصل هذا العبد، يعني أقصد يستخبر عن سعره في السوق، فإذا قالوا مثلا ب100 ألف وأنت أعتقت النصف
يبقى عليك 50 تسددها لشريكك، لا وكس ولا شطط، يعني لا بخس ولا زيادة. ثم أطق عليه في ماله إن كان موسرا، ليس فيه الجزئية الأخرى التي فيها، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. طريق آخر عن الزهري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد. أيضا ليس فيها ذكر وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. لفظة الاستسعاد ستأتي وعليها إشكالات أيضا. بهذا القدر أجتزئ، حمدا اللهم صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.